السلام عليكم ورحمة الله. دورة التربية 30 كتكوت اليوم 31. للأسف النهاردة في فرخة ماتت وبقوا 29. أكيد سبب الوفاة هي الله أعلم كل شيء يعني، ودرجة الحرارة طبعا العالية دي، والله أعلم برضو إيه السبب. فما الحمد لله النهاردة 29، ولازم نبقى عاملين حسابنا إن في نافق طبعا بالنسبة للفراخ البيضة بالذات لأن مناعتها ضعيفة. فالحمد لله لو واحد وفضلت لحد الحمد لله لاخر الدورة اللي 40 يوم او من اول 35 نبدأ نبيع عادي، يبقى كويس انك نسبة كويسة يعني بالنسبة للفراخ البيض. احجامهم الحمد لله بتزيد. النهاردة حطيت لهم مية والعلف بسيط عشان جو حر، عشان بعد الدور يبقى جو حر، بقى العلف بيبقى بسيط جدا. ببدأ من الساعة 5 احط علف كتير، والمية ضفت لها خميرة بسيطة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.